السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بالمول الجديد اللي راه قيد الإنشاء بالمدينة الجديدة نتاع لي منجلي بالقرب من قسنطينة. وهذا المول اللي راه يعني الأشغال تقرب من النهاية نتاعها، يقع كما نشاهد في الخريطة بالقرب من المول الآخر اللي يوجد في مدينة جديدة واللي هو ريتاج مول. إذن هنيئا لسكان علي منجلي بهذا الإنجاز الجديد اللي أكيد سوف يحسن من الخدمة في هذا المجال. وللذكر أنه مدينة قسنطينة ما ننساش نذكر هذا الشيء، على لديها زوج مولات من أكبر المولات في الجزائر وفي إفريقيا، يقع العمل فيهم بقسنطينة. وهذه الزوج مولات هما كريستال مول وسيتي مول اللي راهم قيد الاشغال واللي طالت يعني الاشغال بهم، حيث انه بدات الاشغال بهم هذه مده اكثر من 8 او 10 سنوات وما زال لم نرى اي شيء. اذا ماذا بينا اذا كان فيه ناس من قسنطينه يبعثوا لنا معلومات على هذه الزوج مولات اللي راهم قيد الاشغال، يا خويا ماذا بينا يتصلوا بالقناه. أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.